ذكرى محمد. هو في الحقيقة الذكرى لازم قاعدة طويلة معك. اي. لأنه هذه العودة فيها ربما أكثر من تسائل. كيف. هي عودة لإثبات نوعية جيدة من الموسيقى صراحة قدمتها أنت وعبد الرحمن العيد. مش بسأل على أسباب الغياب. ها؟ لكن باش نحب نكشف شوية من سر هالعودة هذه وخاصة للفرقة القومية الموسيقى. في حضورك فيها يزيدها دعم صراحة. يعيشك. أنا معناتها كما تعرف من عام 82 83 من أول ما أسست الفرقة القومية. صحيح. كنا كلنا ننتمي أعضاء في الفرقة القومية. وبعد الفترة وقت اللي الأستاذ عبد الرحمن والأستاذ محمد عبيد أخذوا فرقة مدينة تونس. والحق أنا ما تعرف أنا معناتها أكثر إنسان وملحن أو فنان وصديق ونرتاح له الأستاذ عبد الرحمن. معناتها كي شد هو الفرقة القومية معناتها كانت بالنسبة لي أنا حاجة كبيرة والأستاذ عبد الرحمن فنان كبير معناتها ومعناتها باهي كي يشد إطار وطني هكا قومي باهي خطر السنين أثبتت نعم. أنه فنان كبير بصراحة وذي مش في وجهه خطر عادة ما الفنانين والفنانات كي يمشيوا المنطقة ما يلقاوش الوقت باش يكتشفوها. اي صحيح. يغنيوا ويروحوا. يغنيوا ويروحوا. برنامجك في التتويج باش تغني وتروح ولا؟ انا ليه نغني ومن بيت وبعد نروح. اذا باش نسمع الى قطعة ثانية في هذا التكامل بين حسونة قاسومة في الكلمات، عبد الرحمن العيادي في الالحان، وصوت تبع الحال ذكرى محمد لم تعد في شهادة في حاجة إلى شهادة. عيشك. ذكرى محمد.